الحكم في ذبيحة تارك الصلاة، هل يجوز الأكل منها؟ الصحيح أن تارك الصلاة متعمدا ولو كثرا لغير جهد الوجوب كان كفر أكبر، هذا الصحيح من قول العلماء. ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: العهد الذي بينه وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك الصلاة. وقال في أمراء السوء لما سأله الصحابة عن جهادهم قال: لا، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله في برهان. وفي لفظ آخر: ما قاموا فيكم الصلاة. فدل على أن ترك قامة الصلاة كفر بواح، لأن جعلها بمنزلة كفر بواح. فعلم أن عدم إقامة الصلاة كفر بواح. ما قال: ما جحدوا فيكم الصلاة، قال: ما قاموا. فالذي يتركها ولا يقيمها ليس من المسلمين، هذا هو الصواب. وذهب جمع من أهل العلم إلى أن كفره كفر أصغر لا كفر أكبر، وأن ذبيحته تحل ونكاحه صحيح للمسلمة، لأن كفره كفر أصغر من كفر يسير الرياء، وإن كفر من حلف بغير الله، من جرى على لسانه حلف بغير الله، أو ما قال إلا الله وفلان أو ما أشبه ذلك. وقالوا إن هذا معنى الحديث وليس معناه أنه كافر كفر أكبر. الصواب القول الأول، لأن الرسول أطلق الكفر وجاء بلفظ ألف بين الكفر والشرك، والكفر معرف والشرك معرف والشرك أكبر. ولأدلة أخرى، والله سمى جعل الصلاة أليس النبي عبود الإسلام، جعل عبود الإسلام. فالمقصود أن تاركها على الأصح كافر كفر أكبر، وعلى هذا تكون ذبيحته غير شرعية، تكون ذبيحته ميتة. نعم. ولا ينبغي أن يواكه، فلا تجب دعوته. ولا يرمى عليه السلام. لا يهجر. وإذا رمى السلام لا يرد عليه السلام. ولا يرمى السلام. ولا يسلم عليه ولا يرد عليه السلام.